يا حسن الشعر يا قلم سجل على روس القمم في وصف صاحب كالعلم في الناس له أعلى مقام. سليمان هو خير الرجال اللي هو من الناس شال وازداني في خير الخصال ابن حسن وابن القراء. يا حبر شعر يا قلم سجل على رؤوس القمم في وصف صاحب كالعلم في الناس له أعلى مقام. سليمان وخير الرجال اللي له من الناس شان وزداني في خير الخصال ابن حسن وابن الكرام. الصاحب اللي ما جفا وفي الشدايد ما انتفى مضرب مثال للوفا ما يوصفه كل الكلام. راعي المقوة والصحاب بدون مطلب أو سبب إلا الوفا عند صاحب القلب الكبير. أفعالك السنة كثير لك مني لا كل احترام. يا أخوي معروفك وصل الخير عنك منفصل.